والله رونالدو كان معه حق لما قالها Sunday is a king plays، يعني الملك حيلعب نهار احد، وهيدا هو الملك النهائيات اللي قدامكم. 32 نهائي ب 32 هدف، ولا اي لاعب بالتاريخ مسجل اهداف بالنهائي على عدد المباريات اللي لعبها الا لاعب واحد فقط، ومين غيره؟ ليو ميسي، واكثر من 30 هدف. اي انجاز حققته؟ اي لاعب ممكن يوصل لتاريخه؟ اي لاعب ممكن يوصل لهيدا الارقام اللي قدامكم؟ طلعوا استمتعوا، استمتعوا بمهاراته واهدافه. شوفوا شو عم يعمل بالحارس. اول هدف سجله اليوم بالنهائي ليو ميسي، عم بدين كل الفريق خصم باكمله. ومن بعد ليو ميسي عم يجي نيمار، وما اجمل نيمار بهذه الفري كيك، وحده من اجمل اللقطات اللي شاهدناها بهذه الليله. ومن بعد نيمار عم يجي سيرجيو راموس. طلعوا واستمتعوا بهالكعب، كعب ولا اجمل، مع احتفاليه مع ليو ميسي ومع نيمار ومع الباقيين. سيرجيو راموس يعتبر من نجوم النهائيات، من نهائي دوري الابطال سجل هدف، من نهائي كاس العالم الانديه سجل هدف، من نهائي كاس السوبر الاوروبي سجل هدف، من نهائي كاس السوبر الاسباني سجل هدف، وهلا مع باريس سان جيرمان مسجل هدف باول نهائي له مع هذا القميص. واخيرا وليس اخرا، ليو ميسي عم برد على كل واحد انتقده بهيدي السنه بثلاث كلمات فقط. اولا بطل النهائي مع المنتخب الارجنتيني، ثانيا بطل النهائي مع باريس سان جيرمان، اما ثالثا فعم بجمع كل المنتقدين ليحطهم بالخلاط ويقول لهم يلا على اللوبي وقولك